صباح الخير او مساء الخير يا برج الحمل. القراءة تكون ان شاء الله بإذن الله للبرج الشمسي والطالع والزهر. طيب مبدئيا كده عايز اشوف طاقتك انت. الفور اوف وند ممكن تكون في علاقة حاليا مع شخص، وده باين جدا يعني، ومبسوط في العلاقة. ممكن يكون بتتعامل مع حد برج جوزاء او ثور. ممكن تكون علاقة زواج على فكرة، او كان في انفصال وبعد ذلك حصل انقطاع ما بينكم انتوا الاتنين ورجعتوا تاني لهذه العلاقة. لكن يعني ممكن نقول ان هذا الشخص بيحبك قوي ووفي ليك قوي برغم الانقطاع اللي حصل ما بينكم انتوا الاتنين دول. ده يعني لو كان في انقطاع فانت حاليا طاقتك الفور اوف واند، انت في علاقة الان. ممكن تكون رحت لشخص اخر يعني، الله اعلم برضه عشان من ايه ما نكونش سبقنا الاحداث، لكن احنا معاك يعني يا برج الحمل هنعرف دلوقتي. طب انا عايز اشوف، عايز اشوف هنا احوال الحبيب ايه، مشاعره، شايفك ازاي، لو زعلان منك زعلان ليه، بعد لي بقى. طيب شايف العلاقة ازاي، نيته الداخلية ايه، وما يظهره لك ايه، والشخص ده احواله ايه في العمل. ودي كارتين العزاب هنجيلهم في اخر القراءة. طيب هو مبدئيا كده ممكن تكون انت انفصلت بالفعل عن هذا الشخص، ولكن انت الفور اوف وند يعني انت ممكن تكون ما زلت في العلاقة، ولكن يعني هذا الشخص مثلا عايز يمشي مثلا، ممكن لان انت كمان العشر سيوف انت اعتقد ما زلت في هذه العلاقة مكمل، ولكنها زي ما يكون يقول لك هي خربت. هي خربت، بس مش عايزين نقول خربت، هنقول بقى ان هذا الشخص بيتعامل معاك بطريقة مثلا جافية مثلا او كده. خلينا نشوف برضو عشان من ايه ما نظلمش هذا الشخص يعني. ولكن مشاعره البيج اوف فوند، يا اما هذا الشخص زعلان منك قوي، او ان هذا الشخص مش متأكد من مشاعرك من ناحيته مثلا، بس هو متضايق منك قوي، هو متضايق من كله اعتقد، لان كمان احواله العامة هنا مش كويسة. ده متضايق منك ده كمان. بص السيفن اوف سوردز هنا، هو في ده مجروح منك قوي. برج الحمل ان كنت تتعامل مع شخص جوزاء، فاحنا عمال يظهر لنا هناك جوزاء كتير هو وداله، وكل ما يجي برج هقول يعني. هنا كمان في العقرب، وظهر كمان الثور، وظهر ايه تاني برضو، ظهر هنشوف ظهر ايه كمان. طيب هذا الشخص لو بتسأل عن مشاعره فهو قافل تماما من ناحية الحب من ناحيتك، يعني قافل مشاعره خالص صددها، ومركز في نفسه وفي أحواله وفي لبسه وفي شكله وفي المستقبل عموما. ممكن نقول ان هو بيتشافى من حاجة مر بيها، ممكن يكون هو صاحب العشر سيوف كمان، هو حاسس من ناحيتك بانك مش عايزه، او انك او ان العلاقة دي فيها ملل مثلا، او انكم بتتخانقوا كتير او بتتعاركوا كتير مثلا، في بينكم اختلافات. ذا ستار هنا مهتم هو بنفسه قوي، هو عايز يتشافى، هذا الشخص عايز يتشافى من الآلام. هو واخد 10 سيوف وواخد كمان 3 هنا، ممكن يكون عايز ينسحب شوية من العلاقة فترة يعني من الوقت، بس يراجع نفسه ويفكر في أحواله ويفكر هل يتقدم في العلاقة أم يتركها نهائيا مثلا. لكنه مهتم إن هو على فكرة هو بيراقبك، بس بيراقبك بطريقة صعبانية شوية يعني، بيعمل نفسه مش واخد باله منك بس هو بيراقبك. وممكن يكون هذا الشخص، بس هشوف حاجة واحدة هتخليني أعرف هذا الشخص نيته إيه. الشخص ده سبحان الله أنا عايز أعرف نيته ظهرت لي دي، كمان خافي النية بتاعته مش عايز يعرفه، هو زعلان منك، زعلان منك قوي.
اه هو زعلان منك، ده الكوين والكينج. زار كده يا برج الحمل، انت الشخص ده مش مديله اهمية في حياتك بالدرجة اللي هو عايزها. هو حاسس بانك مشغول عنه بالماديات، ممكن تكون لو انت بنت مثلا ممكن تكوني سيدة اعمال. هو شاعر بان انت او انت، بص، فلوس ماديات، بتفكر في الماديات بس. هو بص، انت هو اختيارين في حياتك، الشغل مثلا وهو، فانت ماسك حاجة وسايب حاجة، ماسك الشغل، ماسك اولوياتك وسايبه هو، سايب العلاقة كلها كده تيجي زي ما تيجي. اللي عايز يهتم يهتم، مش عايز يهتم ما تهتمش، عايز تكلمني تعالى، عايز نخرج تعالى، لكن انا اكلمك اسأل عليك او اطمن عليك كل شوية لا. او شايفك ان انت مش عايز اصلا تخش في علاقة. انت ممكن تكونوا في علاقة، اصل فور فوند مش لازم تكون علاقة حب، ممكن تكون علاقة صداقة قوية مثلا. فممكن يكون الشخص ده هو يتمنى ان انت توافق على عرضه، مثلا لو عرض عليك عرض حب، ولكن هو حاليا شايفك ان انت مش باصص له اصلا. ليه كمان؟ هو زعلان منك عشان انت مهتم باعمالك. هو شايفك كمان كوين اوف كابس، شايفك بائس وشخص يائس من الحب، ويائس من انت ماسك كوبايتك ومش عايز تديها لحد. بص، ماسك الكوباية وحالف بالله ما هتدي لحد الكوباية دي، او ماسك الكوباية ومش عايز تسيبها، مش عايز تديها له. يعني انت ماسك كوبايتك، بص، ومش عايز تدي له الكوباية، وهو بيقولك هات الكوباية. طب هات الكوباية، طب نبدل الكوبايات، يعني انا اديك كوبايتي وانت تديني ايه كوبايتك. انت تقول له لا يا عم، انا اديت كوبايتي لحد قبلك خدها وطار. بص، حتى الورق عمال يعمل مني. الظاهر يا برج الحمل ان انت مجروح قوي، مش منه، ممكن تكون مجروح عموما من علاقات سابقة مثلا. مش بقولك لو الورق كان مقلوب كمان هنا، ده الورق اتشقلب مني للأسف، دي ورقتين بس اللي كانوا متشقلبين، يا رب يكونوا ورقتين. اه تمام. شايفك ان انت بتفكر بطريقة ملل، بتفكر عقبال ما تديله كوباية مليون سنة قدام. يعني عقبال ما تفكر انك، بص انا بقول لك اهو، انا قلتها لك قبل ما يظهر الورق، عقبال ما تفكر يا برج الحمل انك تسلم الكوباية دي ليه وتجيله على الحصان وتتحرك. بص، دي واحدة قاعدة على الكرسي مش راضية تتحرك، عقبال ما بقى تجيب الحصان من الاسطبل وتاخد الكوباية وتروح تقول له خد الكوباية بتاعتي، يكون فات 30 سنة قدام، يكون الشخص ده اتجوز وعنده دلوقتي رامي وياسين، او البنت دي اتجوزت وعندها 3 عيال دلوقتي. فشايفك بطيء بطيء، او بتحسب زيادة عن اللزوم، شايفك مكتئب، لان ده هرمت كمان معناها شخص داخل كده في تساؤلات واكتئاب مش لطيف. شايفك ان انت بائس من الحب، عشان كده هو زعلان منك. شايفك ان انت مختار الشغل ومختار ان انت تبقى مهتم باعمالك عنه، ما اخترتوش هو، اخترت شغلك. هو شايف كده، شايف ان انت مش مختار ومختار شغلك، هو مختارك، لذلك هو مقرر انه خلاص بقى، ده انت كمان مش مهتم انا كمان مش ههتم، ههتم بيك ليه ما انت مش مهتم؟ ما انت لو مهتم كنت عرفت. فالشخص ده يعني هو برج هوائي اعتقد، ممكن يكون برج الدلو. بص، الكارتين دول كمان، هو ده كمان بيرمز لبرج الدلو. الشخص ده قرر انه هيوقف دلوقتي المشاعر او اظهار المشاعر، يعني لو كان بيهتم بيك هيوقف. ولكن هو في ذات نفسه معتبرك نجمة في السماء برضو، يعني هو برضو انت بالنسبة له نجمة حلوة قوي بتلمع في السماء وعايز ياخدها. بس هو حاليا البيجو فوند بينكر مشاعره، حاليا قافل على مشاعره وبينكرها. هو كمان خايف اللي تكون انت كمان مش مبادله، انت مش عايز تديله الكوباية، مش عارفة ليه مش عايز تديله الكوباية، يمكن خايف منه ممكن. بس خلي بالك انه قرب يزهق يا برج الحمل، لانه تفكيره الداخلي الموت، تفكيره الداخلي انه عايز يمشي. إيه خلاص بقى، هو تعب. هو الظاهر الشخص ده، انا بقول لك انت في علاقه، كنتوا في علاقه صداقه طويله، دي مش علاقه قصيره مثلا مش شهر شهرين، لا دي سنه سنتين ثلاثه، وهذا الشخص بدا ينجذب ليك الفتره مثلا الاخيره
وعايز بقى يسلم الكوبايه بتاعته، وانت قلت له لا يا عم انا عندي شغلي واولوياتي وحياتي، انا مش بتاع حب، انا مش بتاع جواز، حاجه من هذا القبيل يعني. فهو مشاعره او ما بداخله، ما بداخله الان ان هو عايز ينهي هذه العلاقه، مش عايز ياخد خطوه تاني خلاص بقى، يعني هو على مشارف النهايه. هل اللي هيظهره ليك اللي هيظهره ليك انه محتاجك؟ خلي بالك هيظهر ليك، ممكن ينزل بوستات على الفيس انه محتاجك قوي في حياته وانك قطعت فيه قوي. اعتقد انتوا ما بتتكلموش لان هو شاف ان العلاقة في الفترة دي الفور اوف سوردس يعني علاقة ساكتة، يعني انتوا مثلا خلينا نقول ما فيش انفصال، تمام، هو مش انفصال، بس انتوا الاتنين خبطتوا ببعض. مثلا هو قال لك طب انت مش عايزني، قلت له مثلا طب سيبني افكر، طب كذا، فسابك ومشي مثلا، او نهى الحوار او وقف الحوار لغايه هنا. لكن انتوا بتشوفوا بعض من بعيد لبعيد، بتكلموا بعض بس كلام خفيف قوي. فما يظهره ليك هيظهر ان هو محتاجك وعايزك، وهو فعلا محتاجك وعايزك، هو بيحبك على فكره، بيحبك. و هيظهر احتمال يكون هذا الشخص كمان، الشخص ده على فكرة عايز اقول لك على حاجة، انا خايف يكون الشخص ده بيحبك لدرجة، كنت متأكدة. بص بقى يا برج الحمل عشان تبقى فاهم انت بتتعامل مع مين. الشخص ده عنده تعلق بيك، وممكن نقول تعلق مرضي. يعني انا احيانا لا احبذ التعلق المرضي في العلاقات العاطفيه لانه هيؤدي الى الفشل في يوم من الايام. لكن هذا الشخص ان ظهر لك ان هو عادي وبتاع ومش هاممني وكده، يعني في يوم من الايام، يعني الشخص ده مرتبط بيك ارتباط غريب شويه. ازاي؟ لما انت ما بتبقاش معاه، حياته اليوميه بيبقى فيها زعل وحزن وكآبة، وبيبقى ماشي كده زي التايه، بص مجروح، وحياته زفت، ومش طايق الناس، ومش طايق الشغل، ومش طايق حتى يعيش يوم التلات، مش طايق اي حاجة. فهو اللي هيظهر لك، هيظهر لك ان هو عايزك، لان هو بيعتبرك الشمس اللي في يومه. الشخص ده بيحبك بجد يا برج الحمل، وممكن تكون انت خايف تديله الكوبايه لانك خايف من علاقات سابقه مثلا او حاجه، او انت بقالك فتره كبيره قوي مهتم بشغلك وحاسس بان الارتباط مثلا هيعطلك. لكن هذا الشخص بالفعل بيشوفك الشمس اللي في يومه بالفعل، لكن هو في دماغه هو عايز ينهي الموضوع، بس هو حاسس بخساره، حاسس بانه هيخسر كمان، يعني حتى ان هو نهى الموضوع فهو حاسس بانه يخسرك، ومش عايز يخسرك، مش عايز يخسرك، مش عايز ينهي اصلا، بس هو حاسس ان هو تعبان، هو ما بين نارين زي ما بيقولوا، مش عارف يا ينهي يكمل ولا يفضل واقف في مكانه. فهو مرتبط بيك ارتباط غريب جدا، هو شايفك ان انت ان كنت معايا فانا الدنيا دي جنة، خلاص جنتي خلاص وصلت، ان كنت مش معايا ومديني ظهرك فانا شخص تعيس وبائس، والناس حواليا كلها زفت زفت زفت. فهذا الشخص تعبان على فكرة، وعنده حاجات في الشغل مش لطيفة كمان، عنده حاجات في الشغل مش لطيفة، فهو واخد 3 سيوف، ممكن يكون الشغل وانت وحاجة تانية مثلا. فخلي بالك بقى ان هذا الشخص في حياته متألم بعيد عنك طبعا. طب تعالى كده يا برج الحمل، انا هساعدك، انا هساعدك والله عشان انا بحب برج الحمل، فانا هساعدك يا برج الحمل. هساعدك في ايه بقى؟ في ان انا افهم انت ليه مش عايز تديله كوبايه. لازم اوصل واعرف برج الحمل مش عايز يدي الكوبايه ليه للشخص اللي بيحبه، لماذا؟ بص 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 بص، يا نهار اب، برج الحمل، الورق طار طار مني عشان اعرف انت مش عايز تديله كوبايه ليه. بس اعتقد ان انت مرعوب من الحب يا برج الحمل، لان الورق طار بطريقه غريبه يعني. بس هعرف يعني، هعرف والله، لا انا عارفه انت مش عايز تعرفني، بس هعرف. شوف بقى برج الحمل مش عايز يدي كوبايه ليه.